وعليك باتباع الوحيين الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة. وهل يجوز طلب العلم من أهل البدعة وقراءة كتبهم لعدم وجود كتب أهل السنة في بلدي؟ الحمد لله، أهل السنة موجودون وكتبهم موجودة، لكن نحتاج منك إلى طلب وإلى حرص، ولا تعتمد على أهل البدع وكتب المبتدعة، لا تعتمد عليها، لأنها كالغذاء المسموم القاتل. نعم.